مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أحداث النهار ساعتان يوميا من الواحدة وحتى الثالثة لمتابعة كافة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. كما عودناكم كاميرات النهار اليوم دائما متواجدة في كل الفعاليات لتنقل لكم لحظة بلحظة ما يدور على الأرض، وكاميرا النهار اليوم متواجدة الآن في مجلس النواب لمتابعة مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية، ومتواجدة أيضا في مقر السفارة الفلسطينية والتي تعقد في هذه اللحظة مؤتمرا صحفيا للحديث عن نضال المرأة الفلسطينية بالتواكب مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي. نذهب لمتابعة جزء من هذا المؤتمر الصحفي ثم نواصل أحداث النهار. والتمدد الصهيوني اللي بيقتلع الناس من بيوتها ويرميها برا بدعوى انه هو يهودي فهو شعب الله المختار واحنا شعب الله المحتار، لانه احنا يعني الحقيقه يعني ان ما حدش يقدر يقول ان جد جدود اي حد فينا هنا ما كانش يهودي، وبعدين لما جت المسيحيه بقى مسيحي، ولما جه الاسلام بقى مسلم، بس احنا للاسف بنطرد بره بلادنا وبره ارضنا بدعوه طائفيه مقيته ان هي اهلنا ما فيهوش يهود. طب يروحوا بقى يطلعوا اهلنا من تربه، يعني حاجه غير معقوله وغير مصدقه. بس اللي انا عايز اقوله ان احنا محتاجين للتكاتف، وانا بلاقي انه يمكن متهيألي يعني ان الاغلبيه الساحقه من نساء الوطن العربي ومن رجال الوطن العربي مع المراه الفلسطينيه العظيمه، المراه اللي تعتبر رمز الصمود ورمز النضال، واللي وقفت بتتحدى كل اسلحه العالم القذره، وهتنتصر باذن الله بسلاح الإيمان بقضية وطنها. شكرا. ابنة يافا ففيها ولدت، ومن أجل العودة إليها نذرت حياتها، ومن أجل فلسطين ناضلت على مدى سنوات. كانت تلميذة متفوقة ومتميزة حسب شهادة معلمتها الرائدة الفلسطينية مجيدة الدبان. هاجرت مع عائلتها إلى مصر ودرست في مدارسها وأكملت دراستها الجامعية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. عملت كمحررة الأخبار في إذاعة الثورة الفلسطينية بالقاهرة، كما عملت في الهلال الأحمر الفلسطيني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حيث شغلت عدة مواقع: مسؤولة علاقات داخلية، مسؤولة إعلام، أثرت الاتحاد في مؤتمرات عديدة عقدت في بلدان عربية وأجنبية. هي الآن رئيسة فرع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، الأخت المناضلة عبلة الدجان. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم جميعا وأرحب بصفة خاصة بالسفيرات العربيات التي شرفونا اليوم. معلش أنا صوتي واطي، يعني اسمحوا في برد أو سمعين؟ أوكي الحمد لله. الحقيقة لا أستطيع أن أبدأ حديثي إلا بتحية للمرأة الفلسطينية، أخت المنظر الفلسطينية المناضلة الصامدة الشجاعة التي تواجه وواجهت كل التحديات، كل أنواع التحديات، الجرائم الصهيونية والتحديات خارج الوطن في الشتات وفي مخيمات اللجوء، وتمسكت بالهوية الفلسطينية باعتزاز، وجعلت من بيتها وطنا فلسطينيا، في يعني في تتحدث باللهجة الفلسطينية، يعني تقيم الطعام الفلسطيني، وتربي وتغرس في أبنائها حب الوطن. سوف أتحدث عن نضال المرأة الفلسطينية منذ بدايته، في عن تاريخ هذا النضال بسرعة لأنني لا أستطيع في هذا اليوم أني أتجاوز أو التي أعطينا القضية الفلسطينية إما بأرواحهم أو بكل شيء. منذ تكشفت المؤامرة الإمبريالية على فلسطين بوعد بلفور، المرأة الفلسطينية نهضت مع الرجل، لم تطيع يعني لم تسكت،
وأسست رئيسة الحركة، نعتبرها رئيسة الحركة النسائية الفلسطينية زليخة الشهابي، هي وميلا السكاكيني عملوا أول جمعية نسائية لمناهضة بريطانيا التي هي جاءت إلى فلسطين منتدبة فلسطين بعد خروج الأتراك، لأنه كانت الأتراك هم يحكموا فلسطين. جاءت بريطانيا وجاء معها وعدها لتنفيذه في فلسطين. في هذه الفترة برضو بعدها أقيمت أو أنشئت عددا من الجمعيات النسائية في المدن الكبرى، في يافا، في نابلس، في القدس، في حيفا. وفي تلك الفترة كانت المسيرات من النساء والعرائض الاحتجاج لمعفي بلفور ولدخول اليهود إلى فلسطين، لأنه بريطانيا فتحت الباب لدخول اليهود إلى فلسطين، الهجرة اليهودية. وبعد إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي الذي يتحدث بالأساس عن نضال المرأة الفلسطينية بالتوازي مع الاستعداد للاحتفال بيوم المرأة العالمي. كما ذكرت في البداية أيضا كاميرا أحداث النهار متواجدة في مجلس النواب لمتابعة مواصلة مناقشات مواد مشروع اللائحة الداخلية الجديدة. اليوم وغدا يعود البرلمان لمناقشة ما تبقى من مواد، جلستان اليوم الصباحية تناقش 60 مادة، المسائية التي تبدأ في 4 عصرا تناقش 40 مادة ليصل العدد حتى 400 مادة، ثم تتواصل المناقشات غدا لمناقشة باقي المواد بدءا من 401 وحتى نهاية اللائحة، نتحدث عن 440 من المواد. يضاف إلى هذا أيضا المواد الخلافية التي لم يتم الانتهاء من مناقشتها، نتحدث عن عدد من المواد يأتي على رأسها المادة 24 الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية، المادة 44 المتعلقة باختصاصات اللجان النوعية، المادة 97 بطبيعة الحال والخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية والنسبة التي تم رفعها من 20% ليتم تشكيل الائتلاف إلى 25%، علما بأن 20% كانت بالأساس مرفوضة من النواب. عدد من التفاصيل كانت محل غضب النواب في واقع الأمر مرتبطة بمناقشة هذه المادة، مما أدى إلى انسحابات كثيرة وصلت ل150 وتوقيع عدد كبير، ربما يتحدث البعض عن 150 من النواب، على طلبات لرئيس البرلمان بإعادة مناقشة هذه المواد مرة أخرى لعدم رضاهم عن الأسلوب الذي تم التصويت به. إذن نتحول مباشرة لمتابعة المشهد من داخل مجلس النواب، وينضم الآن مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم في مجلس النواب. صباح الخير أستاذ جمل. ألو، أنا أضبط مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم في مجلس النواب. ايوه صباح انا الخير. معاكي. صباح الخير. طيب نتحدث الجلسه الصباحيه من المقرر ان يتم مناقشه 60 من المواد فيها، الى اين وصلنا حتى الان؟ اقدر اقول ان المجلس كانت بدايه هادئه جدا وطبيعيه، ولم يقتحم الجدول اعماله اي موضوعات اضافيه حتى الان، حيث سيتم التحقيق خلال ساعات مع النائب كمال أحمد، نائب الذي ضرب النائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء، من خلال لجنة خاصة يتم التحقيق معه، وأعلن أنه على استعداد لقبول أي قرار يتخذه المجلس في هذا الشأن. أما عن الجلسة فحتى الآن لم يتم الموافقة سوى على 7 مواد من أصل 140 مادة متبقية من اللائحة. من المقرر أن تنتهي مناقشاتها غدا ويتم إحالتها على الفور إلى مجلس الدولة لمراجعتها لضمان اتفاقها مع أحكام الدستور
مع تأكيد رئيس البرلمان أن رأي والبرلمان نفسه بأن رأي مجلس الدولة رأي استشاري وغير ملزم للبرلمان نفسه. مجدي يعني قبل أن ننتقل من مسألة التحقيق مع النائب كمال أحمد، يعني هناك أخبار في اتجاهين، البعض تحدث عن أن نتيجة هذا التحقيق هي فقط التي ستحدد يعني مصير النائب إنجاز التعبير، البعض الآخر تحدث عن أن مسألة التصويت على أي عقوبة مرتبطة به هي التي تحسم الأمر، أيهما أدق؟ لا نعم، هو التصويت على هذه العقوبة هو الذي سيحكم الموقف، ولكن مع استبعاد خيار إسقاط العضوية عن النائب تماما عن في هذه القضية باعتبارها مخالفة لائحية تندرج تحت ربما العقوبة اللوم والإنذار وحتى الحرمان من عدد من الجلسات، وهو الأمر المتوقع والأكثر ترجيحا حرمانه من عدد من الجلسات كإعلاء للقيم البرلمانية والاحترام الجلسات والاحترام النظام داخل الجلسة. طيب ذكرت انه يعني بدأ الحديث عن التسلسل الرقمي المنطقي اللي تم الحديث عنه قبل ذلك، بالنسبة للمواد الخلافية هل هي مرجأة حتى الانتهاء من 440 ثم يبدأ النقاش فيها ام ماذا؟ نعم، هو الاول ينتهي البرلمان من مناقشة جميع مواد اللائحة ثم تناقش طلبات اعادة المداولة المقدمة من عدد كبير من النواب، ربما يصل عددهم اكثر من 150 نائبا حتى الان، خاصه في المواد ال 97 الخاصه بالائتلافات السياسيه تحت قبه البرلمان، وما زال ائتلاف دعم مصر وقياداته يؤكدون ان النسبه ستبقى كما هي، بينما كان الاتفاق بين الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان وبين النواب المعارضين لهذا القرار خاصة حزبي الأحرار المصريين الأحرار وحزب الوفد بإعادة المداولة والعودة إلى نسبة 20%، وسط اتهامات منهم بأن ائتلاف دعم مصر يسعى إلى إصدار مواد لائحية تتفق مع مقاسهم الخاص ومع كونهم أكبر الائتلافات تحت القبة والذين يتجاوز عددهم حتى الآن 350 نائبا. طيب قبل أن نستأنف مجدي، يعني بس نطلع مشاهدين على هذا الخبر العاجل أمامنا على الشاشة، إحالة أمين شرطة بقسم الويلي لمحكمة الجنايات لاتهامه بقتل شاب في منشية الصدر. مرة أخرى فيما يتعلق بالمادة 97 تحديدا، يعني بعض القيادات في ائتلاف دعم مصر تحدثوا عن شيء من المرونة ربما يكون متواجد لتحريك هذه النسبة. اجتماع الائتلاف بالأمس صدرت عنه يعني أخبار أخرى، ما هو الأدق؟ هناك تمسك بالنسبة 25 أم استعداد لتحريكها شيئا ما؟ هذا أقول أن الائتلاف ما زال يخضع للانقسامات حول هذه النسبة، فهناك قيادات خاصة سيف اليزل المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الذي يتحدث عن ضرورة أن تكون النسبة 25%، ولكن علمت النهار أن هناك اتصالات ومشاورات تدخل فيها رئيس البرلمان من أجل إعادة المداولة، ولكن لم يتم حتى الآن تحديد مصير هذه النسبة، أما إذا كانت ستعود إلى 20% أم سيتم التمسك بال 25%، وهو ما يتوقف عليه التصويت إلكترونيا داخل القاعة عند التصويت على هذه المادة في حالة إعادة المداولة عليها. كان هناك حديث وغضب من بعض النواب المعترضين على المادة ومعترضين على طريقة التصويت التي تم تمرير الأمر بها مع غياب عدد ليس بالقليل من النواب، يعني البعض صوت لهم كما وردت بعض الأنباء، هل هناك أي إجراءات لضبط الأمر هذه المرة لأنه سيحسم مسألة التصويت أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟ هناك تحذيرات لم تكن معلنة داخل البرلمان للنواب من أي محاولة للتصويت الجماعي، بمعنى أن يتم التصويت من خلال نائب واحد بأكثر من كارت يخصه ويخص عدد من النواب حتى يتم التصويت في نزاهة وشفافية كاملة، ولكن حتى الآن لم يتضح الأمر بعد حتى يتم مناقشة هذه المواد الخلافية.
إذا مسألة المواد الخلافية يبدأ الحديث عنها غدا بعد الانتهاء من اللائحة حتى تمامها. نعم، كما تم الإعلان عن ذلك اليوم. تمام، وتبدو الجلسة هادئة وفقا لما ذكرته حتى هذه اللحظة. نستمر نتمنى أن تستمر الأمور على هذا. شكرا جزيلا مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم من مجلس النواب. وما زلنا مشاهدينا الكرام في متابعة لهذه الجلسة المنعقدة لمناقشة باقي مواد اللائحة الداخلية، ولكن نتحول لهناك صوتا وصورة مع مراسلنا كريم رجب. بعد التحية كريم، يعني ما تلمسته أو ما ترصده من لقاءاتك مع النواب الآن، في أي اتجاه تسير مسألة المواد المختلف عليها خاصة 24 و97؟ نعم ريم، يعني كان هناك آراء مختلفة متعددة لعدد من النواب، وهم ينتمون إلى يعني أحزاب ولهم انتماءات مختلفة داخل البرلمان. كان التقينا بعدد من نواب قائمة في حب مصر أو دعم الدولة، وكان هناك حديث على أنهم يرفضون تماما يعني أي إجراء أي تعديل على المادة رقم 97 97، وهي المتعلقة بتشكيل الائتلافات، وهم يتمسكون بنسبة 25%، ويقولون أنهم يعني يصرون عليها نظرا لأنهم يرون في أن تشكيل الائتلافات بنسبة 25% من النواب داخل قبة البرلمان هذا سيتيح تشكيل يعني حوالي ثلاث ائتلافات قوية داخل قبة البرلمان تستطيع أن تتنافس سياسيا وحزبيا داخل البرلمان، وبالتالي هذا سيمنحها القوة داخل البرلمان، وأنهم لا يريدون إعادة تجربة الأحزاب التي كما نراها هناك أكثر من 100 حزب، ولكنهم غير فاعلين وغير مؤثرين في الحياة السياسية وكذلك في الشارع المصري، وبالتالي هم يرون أن هذه النسبة يعني ستتيح هذا الأمر تحت قبة البرلمان، وسيكون هناك منافسة جادة بين الائتلافات وبعضها البعض، في حين يرى مناهضه أو رافضه هذا القانون المادة هذه المادة فهم يرون أن تشكيل الائتلافات من 25% هو أمر مقحف بالنسبة إليهم، وأن في البرلمانات الدولية والأوروبية والبرلمان الفرنسي هناك تشكيل الائتلافات يقوم من 5% فقط من الأعضاء، وأنه يتيح لأي مجموعة من النواب أن يقوموا بتشكيل الائتلاف، وبالتالي هذا حق يعني أصيل لهم داخل قبة البرلمان. ولكن عندما يكون هناك معارضة وتمسك من قبل ائتلاف دعم مصر بهذا الأمر، فهم يرون أن هذا الائتلاف يريد أن يعيد يعني مجلس النواب في صورته السابقة قبل عام 2010، وبالتالي يعني هم يرفضون تماما أن تظل النسبة هكذا، وأن هناك اقتراحات قدمت بالفعل لعدد كبير من النواب المعارضين لهذه المادة إلى رئيس مجلس النواب حتى تعود هذه المادة إلى المداولة مرة أخرى غدا الاثنين، وخاصة أن جلسة الغد ستكون هي الجلسة الأخيرة في هذا الأمر. يتبقى عدد آخر من المواد التي تثير جدلا داخل مجلس النواب، وهي أيضا المواد المتعلقة باللجان النوعية، وهذه المواد هي المادة رقم 44 و49 والمادة رقم 85 والمادة أيضا 49. هناك يعني هذه المواد تحديدا لا تزال تثير جدلا بين النواب وبعضهم البعض فيما يتعلق بعدد اللجان النوعية داخل البرلمان. فاللائحة الداخلية التي أعدتها اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة كانت أقرت أو يعني كتبت في نص مادتها أن عدد اللجان النوعية داخل البرلمان هو يتشكل من حوالي 28 لجنة نوعية، وهذا الأمر يعني رآه البعض النواب
تحت قبة البرلمان أنه يعني كبير جدا وأنه لا يوجد حاجة لهذا العدد الكبير من اللجان، في حين رأى عدد آخر أنه يجب استحداث عدد جديد من المواد يعني كلجنة النزاهة والشفافية، لكن قائمة دعم مصر يعني قابلت هذه المادة أو هذا الأمر بالرفض، ويقولون أن المجلس يعني هو قائم على النزاهة والشفافية وأنه يراقب أداء الحكومة ويقوم بتشريع القوانين وكل الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة بالمواطنين والحياة السياسية أيضا بكل نزاهة وشفافية، وبالتالي لا داعي لهذه اللجنة حتى تراقب أداء المجلس. أيضا كان هناك جزئية أخرى وهي متعلقة بطبيعة عمل هذه اللجان واختصاصات هذه اللجان، وبالتالي إذا لم يتم إقرار المادة الخاصة بعدد اللجان فبالتالي يتأجل الحديث عن اختصاصات هذه اللجان وكيفية تمثيل أعضاء لجان الشؤون العربية والإفريقية في البرلمانات الدولية، وبالتالي هذه المواد الخلافية ستحسم في الجلسة العامة التي ستجرى في الغد يوم الاثنين، وهذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة اللائحة الداخلية. كان هناك أمر آخر ريم تحدثنا فيه مع عدد من النواب وهو متعلق بأداء الحكومة والبيان الذي ستلقيه الحكومة خلال أيام أمام البرلمان، ويعني معظم النواب أو كل النواب الذين أجرينا معهم مقابلات أكدوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة، وقالوا أن هناك بعض الوزراء يعملون ويجتهدون في عملهم والبعض الآخر يعني أداؤه غير مجدي وغير مرضي بالنسبة للنواب من جهة وأيضا للشارع المصري من جهة، وبالتالي هم سينتظرون بيان الحكومة وما سيأتي فيه من جدول زمني وبرنامج خاص بالحكومة، وبعد ذلك سيقرون إذا كانت هذه الحكومة ستبقى أم تغادر وتأتي حكومة غيرها. الجزئية الأخيرة بعد أن يتم يعني الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية سيتم إرسال هذه اللائحة بالنصوص الجديدة إلى مجلس الدولة حتى يقوم بمراجعة هذه اللائحة وفقا للدستور ووفقا للأمور التي ينص عليها الدستور حتى لا يكون هناك عوار دستوري، وبالتالي يتم يعني إعادة اللائحة مرة أخرى، وبالتالي هم سيرسلونها إلى مجلس الدولة حتى يقوم بالمراجعة. شكرا جزيلا كريم رجب مراسل النهار اليوم من محيط مجلس النواب متابعا لنا أيضا ما يدور تحت قبة البرلمان فيما يتعلق باللائحة الداخلية. نتحول لما يرتبط بهذا ولكن على الصعيد المرتبط بوزارة الداخلية، حيث أعلن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين الجديدة الخاصة بضبط الأداء الأمني، والتي وجه بسنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء قواعد الأمن والنظام في إطار من التقدير والاحترام المتبادل ما بين المواطن ورجل الشرطة. الوزير أضاف أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة انتهى بالفعل من إعداد التشريعات الجديدة وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء والذي أرسلها بعد الموافقة عليها إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعتها وصياغتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء مرة أخرى ليقوم بدوره بإرسالها خلال الأسبوع الجاري لمجلس النواب لمناقشتها وإصدارها. وزير الداخلية أكد أن التشريعات الجديدة تستهدف في المقام الأول ضبط العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة وتنظيمها على أساس احترام حرية وكرامة المواطن سواء داخل أو خارج المواقع الشرطية، إضافة لتنفيذ القانون بحسم على الخارجين عنه والمطلوبين لجهة التحقيق دون تعسف أو تعنت، وفي الوقت نفسه حماية حقوق رجال الشرطة من تجاوز بعض المواطنين تجاههم مما يكفل لهم أداء واجبهم في حفظ الأمن والأمان. لمزيد من القراءة فيما يمكن أن تقدمه هذه التشريعات لضبط هذه العلاقة ما بين رجال الأمن والمواطن ينضم إلينا عبر الهاتف الآن دكتور إيهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية. بعد التحية دكتور إيهاب، يعني ربما في أحدث تصريحات لوزير الداخلية تحدث عن فكرة مواجهة التجاوزات بطريقة سريعة وناجزة، والحديث في ذات التوقيت عن إجراءات تحفيزية للمميزين، تبقى هذه العناوين هامة وجيدة ولكن دائما التفاصيل هي التي تحمل الفارق. تحياتي ليك يا أستاذ ريم وتحياتي للسادة المشاهدين
وبشكر حضرتك على استضافتي. الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه غايه في الاهميه، لان كلنا مؤمنين منذ ثوره 2011 ان مصر لن تستقيم ولن يتحقق الاهداف اللي احنا كنا عايزينها، سواء كنا بنتكلم على اهداف ارتباطا وثيقا بتطور انتاج واستهلاك الطاقه الكهربيه، وبها تقوم كافه المرافق باداء رسالتها، وعليها تعتمد المؤشرات لقياس تقدم الامم والشعوب. وتمتلك القارة الإفريقية كافة مقومات إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها الأولية، وتشمل طاقات الكتلة الحيوية والحرارية الأرضية والمائية والشمسية والرياح، إضافة إلى المصادر الأحفورية. وهذا يوفر فرصا مجزية لدول القارة على صعيدي التوسع والتحول في أنظمتها لتوليد الطاقة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، يعاني معظم سكان القارة الإفريقية من نقص في إمدادات الطاقة. لهذا فهناك ضرورة قصوى لتوحيد الجهود لإمداد القارة الإفريقية بالتكنولوجيات الحديثة للطاقة لتحقيق خطط التنمية المحلية والاقتصادية، وذلك في إطار الإمداد بالطاقة النظيفة والمستدامة. إن تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل، وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة، وإيجاد منظومة كهربائية تربط بين دول القارة الإفريقية. السيدات والسادة الحضور، تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد. لمزيد من القراءة في تفاصيل هذا المنتدى ينضم إلينا عبر الهاتف الآن دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. بعد التحية دكتور، يعني ربما عندما نتحدث عن هكذا منتدى في هكذا توقيت نتحدث عن اقتصاد وسياسة في ذات الوقت، عندما نتحدث عن التعاون الإفريقي في هذا الشأن. يا فندم تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. الحقيقه زي ما سيادتك تفضلتي، هي بالفعل اقتصاد وسياسه معا وتكنولوجي. يعني احنا بنتكلم النهارده عن رسائل قويه من مصر تصدر الى دول القاره السمراء، عوده قويه، تعزيز للعلاقات، بحث عن مصالح مشتركه بعد المؤتمر الاقتصادي الافريقي الاستثماري في شرم الشيخ مؤخرا. النهارده بنقول لا، احنا مصر تستضيف ولاول مره المنتدى الافريقي الثاني للشبكات الذكيه في الفتره من 5 إلى 10 مارس. كان المنتدى الافريقي الاول عقد في ابيجان في مايو 2014. عندنا كمان على هامش المنتدى في معرض لمنتجات الشبكات الذكيه، شركات محليه وعالميه مشاركه وبتقدم احدث ما تم انتاجه من هذه المنتجات ذات الصله. النهارده كمان بنستضيف على هذه اثناء مع هذه الفعاليات الاجتماع السنوي الخامس للجنه الافريقيه الكهروتقنيه اللي بتعمل تحت مظله الاتحاد الافريقي ومنظمه اي اي سي العالميه. لا شك انه الاوراق العمل والبحوث التي تناقش امس واليوم وغدا في هذه الفعاليات في المنتدى تعرض خبرات الدول المختلفه الافريقيه والاوروبيه في مجال تطبيق الشبكات الذكيه، كيفيه تعظيم الاستفاده من موارد القاره كما ورد في كلمه السيد الوزير. القاره الافريقيه ثريه بما لديها من طاقات متجدده من مصادر المياه والشمس والرياح. لا شك انه يعني هناك تعاون وثيق، نحمد الله انه بالفعل شارك خبراء عالميين في هذا الحدث اثناء الافتتاح بالامس. عدد من الوزراء المصريين والافارقه ايضا يعني تواجدوا في اثناء الافتتاح. النهارده مستمره فعاليات هذا المنتدى بالمزيد اوراق العمل اللي بتطرح تتناول الشبكات الذكيه، التحديات والحلول، العادات الذكيه السمارت ميترز، التحكم الكنترول سنترز. بنتكلم عن التجارب المختلفه التي يمكن ان يستفاد بها في تطبيق مثل هذه الشبكات، والتي فيها ايضا هي عامل رئيسي لاستقرار الشبكه الكهربائيه وتقليل الفقد فيها ووضع معالجات آلية وسريعه. بلغه الاقتصاد دكتور يماني، يعني ما هي القيمه المضافه التي تستهدفها مصر من هذا المنتدى، اضافه لتوثيق العلاقات مع الاشقاء في افريقيا وفكره تبادل اوراق العمل والخبرات؟ هل نتحدث عن قيمه مضافه تسويقيه لما لدينا من امكانات ربما في محور قناه السويس او غيره، ام ان هذا لا يصب مباشره في هكذا منتدى؟
هو بالفعل بينعكس على الجميع، ليس فقط محور قناة السويس. أنا بتكلم إن احنا لسنا في معزل عن العالم، ولكن أيضا نعطي رسائل إيجابية، بالإضافة لحضرتك قلتي إنه للعودة إلى أفريقيا وبقوة. في شركات مصرية خاصة موجودة في السوق الأفريقي فيما يتعلق بالمجالات اللي احنا تكلمنا عنها. بنتكلم عن إنه في خبراء مصريين أيضا. احنا النهاردة مصر هي الرائدة، هي الأكبر، لديها أكبر شبكة للكهرباء، رائدة في مجال تركيب العدادات. عندنا أكثر من 2 مليون عداد مسبوق الدفع، ونعمل على إنهاء إجراءات مناقصة 3 مليون عداد ذكي. بنتكلم عن مراكز تحكم موجودة عندنا الحقيقة. فإن شاء الله السوق الأفريقي بالنسبة لنا واحد جدا. إحنا كمان لنا مصلحة في تحقيق الربط الكهربي الدولي معهم. إحنا عندنا ربط كهربي مع ليبيا غربا، ودورها مرتبطة بدول المغرب العربي. عندنا إن شاء الله مستقبلا بعد الانتهاء من الربط الكهربي المصري السعودي هيكون في عمل على الربط الكهربي بين مصر والسودان ومن ثم أثيوبيا وغيرها. فبالتالي لا شك انه في مصلحه في تبادل خبرات، في يعني بنخطو خطوات ايجابيه للامام بشكل يعني يساعد على متخذ القرار والخبراء على يعني العمل على وضع حلول كفيله بمعالجه ازمات انقطاع الكهرباء، بل بالعكس والتوسع فيها وتوفيرها لمن هو محروم منها. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. اذا كانت جوله سريعه في ابرز الاخبار. يبقى الحديث المفصل المرتبط بقبة البرلمان، كما ذكرنا في المقدمة اللائحة الداخلية ما بها من مواد خلافية وما سيتلو ذلك أيضا من استحقاقات على نواب البرلمان. عدد من الاختبارات المتتالية في واقع الأمر تنتظر هذا البرلمان ونوابه. سنفتح زاوية مفصلة للحديث عن مصير هذه المواد الخلافية وما يتبعها من تحديات أخرى أمام هذا البرلمان. بعد فاصل قصير نستقبل بعده ضيفي في الاستوديو دكتور إيهاب رمزي أستاذ القانون والبرلماني السابق، فابقوا معنا.